مع ساعات الصباح الأولى باشرت قوات الرد السريع إلى مسك مداخل ومخارج ناحية أبي صيدا ونشر المفارز الأمنية داخل الأحياء التي تشكل خطورة على سكانها والعمل على تفعيل مذكرات القبض بحق المطلوبين وحصر السلاح المنفلت وتأمين عودة النازحين. ساعات الأولى تم مسك السيطرات الرئيسية مداخل ومخارج الناحية بالإضافة إلى نشر مفارز داخل الأحياء اللي تشكل خطر وتهديد على سكان هذه الأحياء. تطهير وتحرير المنطقة من ميليشيات أيضا متواجدة هنا وإرهاب متواجدين المنطقة في حال وصول إليها تم يعني تدريج العوائل تدريجيا إلى سكنهم وفتح محلات والأسواق مثل ما قاعد تلاحظون مالتهم وفرض القانون هو هذا الواجب المهم. وطالب أهالي الناحية بضرورة عودة النازحين وتفعيل أوامر القبض مع بقاء القوات القادمة من بغداد وعدم انسحابها ليضمن الأهالي حياة كريمة وتعاود أسواق الناحية انفتاحها التي بات ظاهرا ومنذ اللحظات الأولى لدخول هذه القوات. أريد النازحين وأريد القوة إن شاء الله تبقى بأبو صيدا مستمرة ما تنسحب مستحيل تنسحب من أبو صيدا. رجعنا العوائل طلعت يعني العوائل الناحية كلها طلعت أكثرها طلعت يعني من كافة العجائب ترجعوها للنهاية والمطلوب يروح للدولة غير هذا ما ندور احنا. أيام عجاف مرت على أهالي أبي صيدا نتيجة الصراعات السياسية والعشائرية فهل ستكون لهذه القوات القدرة على إعادة العافية للناحية وإرجاع بسمة الأطفال وإيقاف نزيف الدم؟ سؤال يبحث عن جواب. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائية.